صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم. والليل يشهد لي بأني ساهر، انطاب للناس الرقاد فهو قلق تقلبني الهموم بمضجعي. هاي من القصائد الخالدة وإلها طعم خاص في عشرة عاشوراء من تقرأ، يدرون رواد الحسينيات. أريد من أخواني الشباب هم يتذوقونها يسمعونها. والليل يشهد لي بأني ساهر، انطاب للناس الرقاد فهو قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم. ايش في الزمان يا سيدنا الحلي؟ قال: ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته
يتنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم. يلا أصواتكم وياي. وزمزم فمضت أم به العراق نجائبا مثل النعام به تخط وترسم. ما شافت الدنيا مثل حجاج لطفو للمعركة يسعون بين رماح وسيو تقصير. هذا قطع راسه وذاك الجفو والتلبية لبيك يا روح الزكيه. وانا اللي لبي ويا انصار الحسين يقول لبيك يا ابو علي والتلبية لبيك يا روح لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راسي وسهم في مهجة رضيعي. لباك ضل عمي وتلبي لك ضلوعي وراضي بمبيت تحت حافر لعوجي. في ناس من هالجانب ما يقرون معانا ونت محرم إلها لذة. شلون تحس بمحرم إذا تصيح وين تلطم؟ يلا صير قارئ ومستمع. العباس والأكبر وجاسم والميامين بعاشرة قدمهم على حبك قرابي والعيال يتمها ورملها النساوي خلها لجل عيناك تروح اختي سبيل. وشلون حجت زينب؟ زينب سعيها يختلف عن سائر الناس عدها الصفا لحسين وما المروى عبا والمروى راس من فضوخ والصفا بلا را كل ما تحروي طاردتها خيل ومي. أين الصارخون حسين عاشر الحجة يصادف عاشر محرى غسلي بعيد الحاج بغتسل من الداء ومجلسي يوم العيد بسوي عماته
وعند الظهر يصعد على صدري دعي ما صرخت أين الصارخون هذا البيت المؤلم يا غيارة به إشارة ليتيمة غريبة من تروح للحاج تروح للزيارة لسفر ما تجيب لعيالك صورة لولا أبو علي شنو هديتك أنت لعيالك يلا قرأ البيت وياي حجاج وادي كربلاء دون البراية عافة وثياب العيد وامتدة وعراية ولعيالهم نزف الدماء أغلى هدايا وانا هدية عيدي راسي حق رقي أين الصارخون لو تشوف شلون حرول من يناديني شباب وابددي بالتلبية والنوح ما بين الأطناب نوب صوب المشرع وانظر قمر عدنان غاب نوب صوب المغركة وللولد أرفع جثته وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهور بالرخصة منكم وظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمر ويفري وداجي ومهجتي من الظما متفتته أين المتفجعون حسين ثوب المخرق حرامي وينسلب فوق الثرى والبس مخيط الدماء وابقى رمية بالعرى ويرتفع راسي على الذابل وزينب تنظرا ويح قلبي وتجذب الخسرات كل ما شافت لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العلي العظيم مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا أبو الأنبياء إلى عناية خاصة من رب العالمين حيث اتخذه ربه خليلا له وجعله إماما وجعل في ذريته النبوة ورزقه على الكبر إسحاق لهذا إبراهيم
بأمر من الله سبحانه وتعالى عندما فرق بين زوجتيه هاجر وسارة. ترك سارة في فلسطين وجاء بهاجر إلى الجزيرة العربية، والجزيرة العربية آنذاك كانت صحراء جبال ما فيها ماء، وإذا ماكو ماء يعني ماكو حياة، لذا الناس ما تقصدها. وفي تلك الأرض الخالية الوعرة اللي ما فيها أحد، الله أمر أن يخلي عياله هنا، ومد إيده بالدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. لذا الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء إبراهيم بكل ما للاستجابة من معنى، لما يتكلم عن ذريته حتى قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. من الناس، لذا مو كل الناس تهوي إليهم، مو كل الناس تقصدهم. والإعجاز اللي حصل من إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر ونبع الماي قصدة العرب، وجاوروا إسماعيل وأمه، لذا هذا البيت المحترم، البيت الشريف، البيت الرفيع صار على جانب، والآخرين جيرانهم ويمتثلون ويأتمرون بأوامر إسماعيل وهاجر. حتى جاء إبراهيم عليه السلام ليرى بيته حتى يشوف ابن إسماعيل وزوجته هاجر، وصل عندهم فرحان بابنه، ابنه كبير. أقرأ في سورة الصافات: لما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رأيت رؤيا، رؤياي صادقة، أنا نبي فكون أذبحك. شو تقول ولدي؟ قال: أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وجاب ابنه وخذ على الذبح. البارحة أشرت إشارة، إذا إبراهيم يدري الله راح يعوضه وما يذبح ابنه ما له فضل، جايب ابنه يذبحه، وهذا الامتحان. الله يقول إن هذا لهو البلاء المبين، هذا البلاء. فلما أسلم وتله للجبين، هم جاي تتصور شلون أبو شيخ كبير جايب ابنه الشاب المدلل الحلو المؤمن المخلص العبد لله يريد يذبحه، أسلم، اتفقوا على الذبح اثنينهم لرضا الله. وإذا ناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. زين، شنو العوض عن إسماعيل؟ وفديناه بذبح. قرأ الآية جيد: وفديناه بذبح عظيم. الله ما يعبر عنه كبش، قال ذبح، ذبح ما معلوم شنو. وهذا الذبح ما يمكن أن يكون كبش حتى يعبرون عنه العظيم، لا. هكذا ورد في الخبر عن أئمتنا عليهم السلام، وهذا الواقع. أخذ يبكي إبراهيم، جبرائيل قال: ليش تبكي؟ قال له: أنا أريد أطمئن من نفسي وأثبت لنفسي حبي لله، ليش ما ذبحت ابني؟ قال له إبراهيم: ابنك أغلى عندك لو ذاك اللي يحب الله. قال له: ماكو شك، اللي حب الله عندي أغلى من نفسي وأغلى من ابني. قال له: هذا ولدك
من ذريته نبي واحد، وهو أشرف ولد آدم وأشرف الكائنات، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول العظيم مثل ما أنت خليل الله، ذاك حبيب الله. هذا حبيب الله أحب الناس إليه صبطه، حيث يقول حسين مني وأنا من حسين، فراح نخلي الذبح اللي بدل إسماعيل هو ابن رسول الله، هو الحسين هذا العظيم، هذا اللي فديناه بذبح عظيم. بعد هذه المرحلة خططوا لإبراهيم مكان البيت جبرائيل عليه السلام. وتعرفون حكمة رب العالمين ليش البيت صار بذاك المكان مش بغيره، ليش تحديدا في مكة وبذيك الأرض الطاهرة؟ لأنه عندما دحى ربنا الأرض بدأ بها من ذلك المكان. المكان اللي بدأ به من خلقة الأرض هو المكان اللي عليه الكعبة، وهذا المكان لما بنى إبراهيم الله أمر أن يصعد على الكعبة ويأذن، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صعد إبراهيم على الكعبة وأذن، هسا النداء مدري شنو كان، الظاهر هكذا: هلم إلى الحج، مو هلموا، هلم إلى الحج. يقول لباه حتى في عالم الذر ومن في الأصلاب ومن لم يخلق بعده. اللي لبى نداء إبراهيم مرة الله كتب له الحج مرة، اللي نادى إبراهيم مرتين لبيك لبيك يكون من نصيب الحج مرتين، وهكذا أيها الأحبة. وصارت المناسك مناسك الحج، والله سبحانه وتعالى تكريما لإبراهيم استجاب الدعاء بالنسبة للأمن لهذا البيت، واجعل هذا بلدا آمنا. إخواني التفتوا للمعنى، تمو بناكم الآن البلد الأمين مو، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين مو بناك هذا أمين في ذاته، مو باستقلاليته، يعني بناكم أمين مثل ما النار حارة، مثل ما الماء بارد، مثل ما السماء مرتفعة، مثل ما الأرض هابطة، لا، هذا ينبغي علينا أنا وأنت أن نخلي أمين. شوف شلون، كن ما يعتدي بعضنا على بعض، وهاي حدود الله، وليتعد حدود الله، يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هاي حدود الله، ما يمكن أن نتعدى على بعضنا في بيت الله، في ذلك الحرم الآمن. زين أيها الأحبة، مولانا الحسين لما خرج من المدينة جاء إلى مكة، مو مستقيم، عرج على العراق وظل في مكة. خروجه من المدينة 28 من شهر رجب، وبقي في المدينة في مكة شعبان، شهر رمضان، شوال، وذي القعدة، وذي الحج. هو الإمام هدفه يطلع، المن اجى الى مكة؟ هم هو مصلح الامام، مو مستقيم يدور على القاتل، ما يريد يقدمه. تانة جمهر الناس،
حشود المسلمين اللي اجوا من كل حدب وصوب، من مختلف الطوائف، من العراق، من بلاد الشام، من شمال افريقيا، من الحجاز، من اليمن، من كل مكان، لما قصدوا تجمع هيسمونها القيامة الصغرى، والإمام اغتنمها فرصة. تجمع الناس زين، هذا ابن رسول الله لما يريد يسولف الكل تصغي، غير كون الإمام يتكلم بالمناسبة. يعني هسه بشهر محرم جبتوني، يصير أنا أقرأ لكم عن الصوم، ها؟ لأنه لكل مقام مقال. أو في شهر رمضان تريد نقرأ لكم مقتل الحسين، ما تتقبلونه. زين سيد الشهداء في مكة، في الحج، في ذاك التجمع، في عرفات، في منى، هذا كون يغتنم الناس تجمعهم فرصة، كون يتكلم لهم عن مناسك الحج، لولا ليشهدوا منافع لهم. لكن أبو عبد الله بدأ خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، جاي يتكلم عن الموت، تبين أكو موت تاني الحسين. لكن ليش عبر عن الموت بقلادة على جيد الفتاة؟ يعني أنا اسمع أقول لك خويا، احنا كنا نموت مثل ما كل مرة تلبس قلادة، صحيح كل مرة تلبس قلادة هي؟ ها؟ إذا كان هذا المعنى شامل لكل امرأة تلبس قلادة لكان صح المثل، ولكن ليش سيد الشهداء هذا البليغ، ابن البليغ، ابن من أتي جوامع الكلم، يقول خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة؟ ها، يريد من القلادة الزينة، لأن القلادة تزين الفتاة. الإمام يقول اتخذوا الموت زينة، أنت مطلوب تموت بالبحر، بالبر، على سطح القمر، مطلوب تموت، لكن إذا خيرت بأن تعيش ذليل وتموت عزيز، أمط عنك أبراد الكرى وامتط السرع، فما في اغتنام المجد حظ لنائمي. عيب تموت يم عيالك إذا شفت عليك ذل، روح اغتنم فرصة وسوي لك مجد واسم حتى يظل بعد موتك، والذكر للإنسان عمر ثاني. الله يرحم الحل يقول والعار، كل العار موت الفتى من غير أن يطعن أو يطعن، روح صير صلب ولا تغمض عينك على الذل. هذا سيرة أبو عبد الله، ونبجى يوصف لهم وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، تبين أنا مشتاق لأبوي وجدي وأمي وأخوي، قاعد يقولهم صراحة أنا رايح أموت. لذا ولمكة من شاف المسلمين جايين إلى مكة، ود الكبار من أبناء الصحابة، مثل ود محمد ابن الحنفية هذا أخو الإمام علي، وود عبد الله ابن عباس هذا حبر الأمة ترجمان القرآن فتى قريش، وود عبد الله ابن عمر، وود عبد الله ابن الزبير، وحتى عمر الأطرف ابن الإمام علي، ذولا كلهم دزهم حتى يردون الحسين على نيته اللي يطلع بيها. والإمام كان يجيب كل واحد بجواب ويقنع أو يسكت. لذا ابن عباس شوف شلون اجل الإمام، روحي له الفداء، قال له لماذا تخرج يا أبا عبد الله؟ مو أنت عزنا، أنت شيخنا، أنت شرفنا، أنت ديننا، إذا رحت إحنا بعد ما إن قيمة بالمجتمع، أنت المحور اللي يفتر علي الدين. الإمام قال له شاء الله أن يراني قتيلا. سامعين هالمقولة ها يا شباب بناكم؟ يعني الله يريد يشوف الحسين مقتول حقيقة، يعني لشخص الحسين؟ لا، مشيئة الله
لذاك الوقت اقتضت قتل الحسين. شلون؟ هاي يسمونه إذا تعارضت المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، شي يقدمون العامة. يعني مثلا أنتوا تكونون 10 نفرات في طريق ويهددونكم لو نقتلكم جميعا، شوف لو واحد من عندكم نقتله، هنا بعد شي يقدمون؟ يقدمون المصلحة العامة، خلي يخلصون 9 يضل واحد. عرفت شلون؟ لو لا أبو عبد الله عليه السلام لو بقي في مكة، يدري إذا انقتل في مكة راح يكون أثر بلي عظيم لشخصه الكريم، ولكن قدم مصلحة الدين ومصلحة الإسلام على مصلحة نفسه، لأنه خادم الإسلام، لأنه هو الإسلام، هو الدين، هو المحور الذي يدور عليه المسلم. لذا الإمام قال له أنا ما أريد أبقى، هذا البيت ينبغي أن يكون آمن. الإمام ترى ما يعمل بالظن، الإمام يعمل باليقين. مثلا أنا أقول أروح منه لو ما أروح، خاف أروح منه وأنقتل، أعمل بالظن. الإمام لا يدري إذا راح منه ينقتل، يدري بقاء في مكة يقتلونه وتنهتك الكعبة. وإذا قتل حسين في الكعبة، حسين الصبت يقتل في البلد الآمن، بعد هنا الإسلام تروح عزته، ما تبقى لعزة، وهو يريد العزة للإسلام. لهذا أبو عبد الله قرر أن يطلع، لأن يدري بني أمية دازين 40 نفر للحج، وهكذا كتبت لهم الدولة أنذاك. شنو؟ اقتلوا الحسين ها ولو كان متعلقا. هاي المصلحة اللي كان يقتضيها الحاكم في ذلك الزمان، لأنه يقدم مصلحته على مصلحة الدين، ما يفرق له. وصدق بعدين صارت، الأمويين لما هجموا على مكة، عبد الله بن الزبير تدرون وين تحصن؟ تحصن في الكعبة، وغرق الكعبة عليه من داخل. هذا الفعل اللي سواه عبد الله بن الزبير كان رادع للأمويين، رجعهم؟ لا، هدموا الجانب الشرقي من الكعبة واستخرجوا عبد الله بن الزبير وسكبوا على رأسه الماء الساخن الحار. شوف شلون؟ ما يراعون، ما يراعون قدسية الكعبة. لذا احنا اذا شفت مثلا واحد ما يلتزم بالدين وهذا عنده نية يقتلني، ذهابي للحاج حرام، ما يجوز، كن ابتعد عنه حتى تحفظ كرامة البيت. قال لك قنعتني سيدي حسين، ليش ما اخذ معاك النسوان؟ قال له شاء الله ان يراهن سبايا. شلون يصير؟ الخفرات، المخدرات، بنات رسول الله، الله يبي يشوفهن، أسيرات مكبلات بالحبال ويفترون فيهن في البلاد. لأن أكو قصة يخاف تتكرر، الإمام قالهم إذا معاي حد ما أنا فاتح عيني ما حد يدن ليها، ولكن إذا أرد أخليهن في بيتي وأطلع عنهن راح يسوون معاي الأمويين مثل ما سووا ويا عمرو بن الحمق الخزاعي عليه الرحمة. هذا بدري، صحابي جليل القادر، محترم، شهد بدر، هذا قتلوه بني أمية. شلون قتلوه؟ هو شرد من عندهم، راحوا إلى بيته وأسروا زوجته ودزوا له خبر تحضر لو نتخذ الإجراءات اللي إحنا نريدها. شو تقول الغيور المسلم؟ يترك عرضه وناموسه وشرفه بيد الناس لو يحضر نفسه. أما القرآن شو يقول القرآن؟ القرآن يقول يتمنى الموت الإنسان ولا ينجرح بشرفه، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لذا سلم نفسه
اضطر أن يسلم نفسه وقتلوه. وأول رجل اللي طافه برأسه في البلاد في عهد الإسلام هو عمرو بن الحمق الخزاعي عليه الرحمة. فالإمام يقول أنا إذا أرد أخلي بناتي وأخواتي وأطلع عنهم، إذا أسروا زينب وأسروا زوجتي وأسروا بنتي ما يمكن أنا أقدر أكمل مسيري، لذا أخذهم معي. أخو محمد ابن الحنفية قال له سيدي ليش ما مثل ما جدك رسول الله هاجر للمدينة وأبوك علي هاجر إلى الكوفة، يعني كل واحد سوى له اسم في مكان، أنت ليش ما تروح لليمن وعندك ناس يحتضنونك؟ هذا الإمام كلمه من خلال العقيدة. يقول جلس عنده قال له رأيت جدي رسول الله في الرؤيا وقال لي اذهب إلى أرض مصرعك ومدفنك. أكثر من هذا أنا رايح. هذا المد الباطل اللي جاي يحكمون بي أنا ذاك أنا أكون أوقف قدامه ولو كان ثمن دمي، لأن دمي عندي أرخص من الإسلام، لأن الإسلام أنا أمثله. خل أنا أروح بس كون يبقى الإسلام، بقائي أنا مع ذهاب الإسلام شفيد الله ما يريدنا بلي دين، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا راح الإسلام الله تنسلب من عدنا رضايته بعد ما يريدنا. وهاي الأمة الإسلامية هيك عاشت، وكان محذرها الإمام علي عليه السلام في وقته، قالهم لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساقن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم. تنقلب عدكم الموازين. وليسبقن سباقون كانوا قصروا وليقصروا وليقصرنا بل سباقون كانوا سبقوا. الموازين كلها تنقلب عدكم. هذا العلم ترى عد على ابن أبي طالب كل شيء يدري. هو يقول بل اندمجت على مكنون علم حتى يدري شو يصير على عياله وولده. زين سيدي ليش ما تشرح لنا حتى نسكت؟ قال لا لو بحت به، لو أقلكم ايش راح يصير عليكم يا مسلمين لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. شايف الدلو من الذبة بالبير الحبل شلون يظل يرعش؟ ها؟ يقول لو أقلكم إيش راح يصير عليكم لكان اضطربت مثل ما يضطرب الحبل. بالله عليك طالوت قال لهم أنا أختبركم بالماي، اللي يشرب من الماي مو مني والماي يشرب هذا مني مو إيش دولا. شعيب قال لهم اللي يحترم الميزان ويؤدي حقه مني، واللي يسرق ويبوق ويخسر الناس مو مني. صالح قالهم هاي الناقة اللي يكرمها مني والما يكرمها مو مني. رسول الله بيش امتحنهم؟ ها؟ بأهل بيته. قالهم يا عمي ترى أنا تردون تنطوني أجر، السماء تأمركم تقولكم ديروا بالكم على ولدي. رجل وامرأة واثنين أطفال تركهم رسول الله، سووا بيهم؟ صبت عليهم الويلات. غير احنا عايشين في هذا الزمان ولله الحمد الآن عصر الانفتاح وعصر التطور والنور، مر زمان على شيعة آل رسول الله يخافون يجيبون اسم الإمام علي. لذا في بعض الروايات والنسخ ورد عندنا لما يردون يسولفون عن الإمام علي يقول حدثنا أبو زينب، حتى يضيعون الاسم والمتلقي يعرف من هو أبو زينب. وأكو قصة يرويها ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد المعتزلي، رقم الخطبة احفظها 104. لما يشرح الخطبة يوصل لها المعنى، يقول عندي صديق في بغداد ودعنا وراح. وين؟ قال أرد أشيل أروح أسكن في بلاد الشام.
راح عالمه بعد فترة شهور شفته في بغداد، سلمت عليه وحياك الله، وش قد راح تقعد؟ قال أنا بعد ما أرجع، جيت رجعت سكنت في بغداد. قلت له شنو الداعي؟ قال اسمع السالفة، سكنت بقرية من قرى، تفاجأت التفتت شفت ماكو بذيك القرية واحد اسمه حسن لو حسين لو علي، ماكو. قمت أتعمد، عمي تعرف واحد بالديرة اسمه حسن؟ قال لا ماكو. تعرف واحد اسمه حسين؟ يقول دورت القرية ولا لقيت اسم لعلي وحسن وحسين. قلت قرية اللي ما فيها أسماء آل رسول الله ما ضل بيها. طلعت صرت في قرية أخرى، لقيت لي شايب قاعد يمعة بتبابة، سلمت عليه قلت له يا شيخ أنا عطشان. قال على أمرك. طل راسه في بيتهم وصاح حسن جيب لعمك ماي. قلت عافية هذا مسمي. فأجيت له على أساس يعني عاتبه كذا، قلت له عمي ليش الواد هنا تجفي أسماء أهل البيت وما يسمون حسن وحسين وأنت مسميهم؟ قال عمي تدري أولادنا أطفال ويأذوننا وتعبوننا وملغوثين وبرعين وفضولية، فإذا أرد أحمق على ابني وأغلط عليه، يعني عمي إذا ابني اسمه يزيد يصير أحكي عليه؟ لا ما يصير. قال أنا سميت أولادي على أسماء أعداء الله، حتى من أحكي عليهم لا بأس. شوف شلون الفكرة، تتعجب؟ هذا اللي يقف في وجه الحسين في وجه أمير المؤمنين، هذا الشيء يعتبر الإمام يعتبره مسلم. فالإمام حذر، قال هاي الأمة اللي خالفت رسول الله وأوامره ووصيته لما ما تجمع على أحقية أهل بيته ومظلوميتهم والبراءة ممن قتلهم يلا تعود إلى رشدها، وإلا إحنا لما ما أريد نفتخر بالأمة الإسلامية بالله عليك بمن نفتخر؟ نتحدى العالم كله جيبونا واحد مثل علي بن أبي طالب. لهذا جديات هذا الحكي، مو الإمام علي يقول أرعدوا وأبرقوا ولم يمطروا، هذا زمات عدهم. ولسنا كذلك، إذا أرعدنا أمطرنا، قولوا فعل إحنا. لما يقول الإمام سلوني قبل أن تفقدوني، مو مبالغة، يدري يعرف. وأبسط شيء من هالدلائل والعلامات اللي ثبتت لنا قدرة الإمام علي في كل شيء، يخلي رجله على المنبر يبي يصعد يخطب، قام له واحد قال له يا أبا الحسن. نعم. قال له العرب يستعملون في كلامهم النقطة، انت بيك تجيب لنا كلام خالي من النقاط ما فيه؟ إذا تقول سهلة بلنطيني جملة مفيدة ما فيها نقاط. شلون النوب؟ تحدي، تحدي، موش محضر مثل قرايتي أحضر وأقرأ، لا، هذا مولاي يصعد الإمام ورجله على المنبر وقال لحكي لنا كلامكم ما في نقاط، ارفعوا روسكم واستانسوا وسمعوا إمامكم، هذا اللي إحنا نمتاز ونفتخر به. قال الحمد لله الملك المحمود المالك الودود مصور كل مولود ومالي كل مطرود ساطع المهاد موطد الأوطاد مرسل الأمطار عالم الأسرار ومدركها ومكور الدهور ومكررها ومصدر الأمور وموردها ومهلك الملوك ومدمرها عم سماحه كمل ركامه همل وطاوع السؤال والأمل وأوسع الرمل وأرمل
اعملوا رعاكم الله صالح الأعمال واسلكوا مسالك الحلال، اطرحوا الحرام ودعوه، اسمعوا أمر الله ووعوه، صلوا الأرحام وراعوها، عاصوا الأهواء ورادعوها، صاهروا أهل الصلاح والورع، صارموا رهط اللهو والطمع، ومصاهركم أطهر الأحرار مولدا وأعلاهم سؤددا، ها هو أمكم حل حرمكم مملك عروسكم المكرمة، وماهر لها كما مهر رسول الله أم سلمة، وله الحمد السرمد والمدح لرسوله محمد. للأمانة العلمية هذه خطبة قرأت من عندها 4-5 خطوط من هالكثر هالكبر، هالخطبة سردها الإمام علي من دون نقطة، شنو هالقدرة هذه؟ ها؟ لذا مو تتعجبون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وتانو أسبوع الجاي علي العرب يستعملون من بعد النقطة الألف، جيب لنا كلام كن ما في ألف. وصعد الإمام: حمدت من عظمت منته وسبقت غضبه رحمته وتمت كلمته وبلغت حجته ونفذت مشيئته، حمدته حمد مقر لربوبيته متخضع لعبوديته متنصل من خطيئته مقترف بتوحيده مستعيذ من وعيده مؤمل من ربه رحمة تنجيه يوم يشغل كل عن فصيلته وبنيه ونستعينه ونسترشده ونستهديه إلى آخر الخطبة ولا ألف. ولا تلقى فيها حرف ألف، لا. والإمام هاي من حيث أنا وأنت نعرفها القد، الإمام أكبر وأسمى من هذا المعنى علي. كافي أن تعرف القرآن لما ذكر أبناءنا ونساءنا قال مو مهم أقول علي لو أقول نفس النبي لأنه واحد وأنفسنا. وهذا الرجل اللي نفس النبي تريدنا نقيسه بغيره من الخلق، احنا ما نقيسه حتى بالانبياء. اذا ثبت نفس النبي اذا افضل من كل الانبياء، بس رسول الله افضل منه. لذا يعجبني هذا الشاعر اسالوه: انت تقول علي افضل لو عيسى بن مريم؟ قال علي. قال شال ليش علي رفع مات ودفنوه بالتراب وعيسى الله رفع للسماء؟ قال هم باكر اعطيكم الجواب: كتب ما لعيسى قد علا للشهوب وعلي قد رسى للترب، ان عقلي ظل في نهجهما هل تراني بهما من سببي؟ قال: والميزان في يمنته هذه للعدل لا للذهب، وضعوا في كفه عيسى وفي كفة أخرى عليا بأبي، خفت الأولى بعيسى للسماء ورست ثانية للتروب. الله يرحم شيخ محمد جواد السهلاني، سنة 1964 ميلادي حكى قصيدة أعتقد يوم ولادة الإمام علي، ثلاث أبيات من حجة من عدها. قام الدكتور في بلي الأدب العربي في العالم العربي كله أعطاه دكتوراه على بيت واحد. تسمعها بالدقة وياي، شوف هذا شلون جامع بيت واحد، والله عجيبة. يقول للإمام علي: ذكراك تبقى إلى ما لا نهاية، وذكر غيرك يفنى بعد ساعاتي، حارت عقول الورى في وصف حيدرة إلا النبي وخلاق السماوات
اسمع البيت الجاي، اسمع بدقة. إلا النبي وخلاق السماوات قد جئت في زمن لم يفهموك به، وكل جيل يحيل الفهم للآتي. يعني القرن الأول قال ما عرفنا، إن شاء الله القرن الثاني عرف، والقرن الثاني قال القرن الثالث والرابع، وإلى يومنا هذا ما يمكن أن نعرف، لأن النبي سد الأبواب في وجوهنا وقال لا تعبون يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. سلام الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن. لذا ما الذي نقمته آنذاك الوحوش على آل رسول الله؟ والله نقموا على آل رسول الله لأنهم ينتمون لعلي، صراحة حشوها، مو قال لهم أبو عبد الله ليش تقاتلوني، شو بسوي معكم؟ قالوا نقاتلك بغضا منا لأبيك، ما أريد أبوك، ما أريد يا علي. والله عجيب، يعني بالله عليك، على قولة العرب كذ سبحتك واحسب وياي، ولادت في الكعبة، مبيت على فراش النبي، مؤاخاته ويا النبي، تزويجه من الزهراء، اعطاه الحسن والحسين، بطولاته في بدر وأحد، قتله لعمر وقتله لمرحب، يوم الغدير، الطائر المشوي، قضية الكساء والمباهلة، التصدق في الخاتم، حديث المنزلة، باب مدينة العلم، أعطي لواء الحمد، هذني كلهن شلون أنا مغمض عنهن ما أشوفهن؟ هذني ما يدلن دلالة؟ ما فيهن ذني إشارة؟ لذا الله يرحم سيد رضا الهندي، طولت عليكم، يقول يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر، إن كنت بجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا واسأل الأحزاب واسأل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر، قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الذر، أنا ساووك بمن ناووك وهل ساوون عليك انظر. هذا شبله، ولده، حبيبه الحسين. أنا سمعت رواية ذول يقولونها الملال القدامى الله يرحمه، يقول الإمام علي قبل استشهاده، قبل لا يطلع من دار الدنيا، قال له وليدي حسين تعال يمي لحظة، آمر بوي، قال له أردبتي علي قبل ما أموت. إدارة المجلس وجهتني توجيه إلى تعزية الليلة، لذا إن شاء الله حسب الطلب بإذن الله بس أقرأ هالأبيات وياي، وإن شاء الله نوصل إلى المنى والمراد بإذن الله تعالى. بس ها تقرأ وبعدين خلي التعب علي، وإنت ما تقصر، وحتى اللي قاعد برا لا يفوتكم هالأجر، ماجورين إن شاء الله. عاد من شاف أخوه محمد وعازم على الخروج صاح له في داعة الله يا حمل خايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد، تشيل البيت وياي من دون استثناء الكل يقرأها، يلا في داعة الله يا حمل خايف يا صنديد،
قل لي يا ابو السجاد وين تعيد لا وين ماشي يا عضيد بهالضعينة ما اقدر ارد وحدي بلياك المدين وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة رجوع المدينة من بعدكم صاير امشي ايش الابيات بارك الله فيك. قال له انا ادري قلبك من الحزن مجروح لكن عقب حجك بهم سافر وروح سكن بواجي بنت اخوك وبطل النوح والخبر عدكم من طرفنا ما هو بعيد ان كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام كان انذبحنا يجيك بس نسوى ويتام بيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد الزم قلبك وقرا البيت وياي. قال له وان كان شفت الكون متبدل بحمرة قول الشهيد حسين داس الشمر اين الصارخون. ان كان شفت الكون متبدل بحمرة قول الشهيد حسين داس الشمر قول الشهيد حسين حز الشمر. واويلاه واويلاه انا مو قاسي بس ترى هاي الابيات اذا ما نقراها اليوم متى تنقري؟ هاي ما تقال الا يوم عاشوراء. ولا ولا حضرني بيت الملا علي بن فايز بس ها مو تكسر شكد احب هذا البيت والله. طلع ابو علي مثل ما انا وانت انتاني مولانا صاحب العصر المدينة التاني الحسين صاح المنادي يمتى يجي المندوب ويصيح البشارة يا أهل المدينة زينوا لحسين دار أنا نذر علي لعطي الطارش بشارة وانشر بيارك في المدينة شمال ويمي. آه وسيدا وحسينا وحسينا اخذوني يا ابويا ولا تخلوني بالديار. هاي العليلة ينتحل جسمي وبالضماير تشتغل من شافت بيوتك عليها سافي الغبار كيف البصر لو نوخ الوافد نجيب الوافد شقل للولي فيا سر الوجود. هاي الونة إلكم ومنكم إذا أنت ما تون بيها وين نقراها طريقة الآباء والأجداد. الوافد شقل لولي فيا سر الوجود اخذني ابويا وياك لو قل لي متى تعب ضم على صدره والدمع يجري بالخدود. قالها يا بنت القلب زيت لهيب رد المنازل يا حزينة واندبيني قطع الرجا مني ولا تترقبيني. قالت يا ابويا فرقاو صدت لابو فاضل تنوح وتنتخيب. اجت العمها ابو فاضل عمي ما تقل لابويا اخذني معاكم
خرت تحب ايده وراسه صعب الامراس تقل يا عمي فراق ابوي شيب الراس توسل بابوي حسين ياخذني يا عباس روحي ترى راحت يا سردال الحريب متعجبة منكم يا فرسان الحمية كلكم هل الغيرة شيمكم هاشمية نشف يا عمي دمعتي والتفت لي خاطب أبويا لا يخليني غريب ولاح أتقدم أبو فاضل سيدي ما تخليني أخذها معي أنا أخدمها مثل ما أخدم أختي زينة هاي ربط عندي في بيتي أبو مولاي البيت يبكي والله بس عايد للبيت وياي سالت دموع الحسين قال أبو فاضل هذه ما هي مكتوب تتودى هدية هدية ولا هي أخويا من سبايا ردي يا بنتي وردتك غصبا سهلي من الله يعودنا لديار طيب يا هلي عادة الغياب والعدهم عليل ما يخلون الدمع منا يسيل بس هل عن دارهم شالوا بليل وما دراوا حال العليل شلون رقد جسمي من المرام واصفر اللون وانا كل يوم وقلت باكر يجون افراقكم لا ما وحق الله يهون واللي مثل تصير الله بغون بويا انا راح ارجع لكن بويا مو تتصور اقعد بالبيت مرتاح انا لقعد على درب يلا حافظ ابيات قراهن وياي لقعد على درب الضغون وناشد سمعنا الاجواد اللي يحملون يقومون بالحرمه يوصون دربكم بعيد وخاف تبطون يقول صار ثلث ليال ما قرأت النعاشوري شيل الأبيات وياي ويلي سمعنا الأجواد اللي يحملو عليك يا أبا عبد الله اللي قاعد برا ما أدري جاوبنا الولاء لا يفوتك الثواب يلا ويانا سمعنا الأجواد اللي يحملون يقومون بالحرمة يوصون يقومون بالحرمة بنيتي اذا بلغنا العراق ونلنا المراد ادز عليك عمك ابو فاضل يجيبك ايه بخدمتك يا ابوي انا راجعه بس ابويا مو تنسوني ورجعت للدار الدار كبيره بيت رحيب وهذا خالي وظل الصوت يرجع عليها تخاطب الدار بلق اف وياي بالابوذيه تصيح على اهل دم عيوني بهلها بغلها بغلها جفاني وغلتي محد بغلها يا
أهلها وأن أهل دورهم ظلت. آه وبطوا عليها ويا بطوا عليها يا مولاي وامتدت على فراش الحسين. نامت أبوها ما موجود ونامت على فراشه وشمت ريحته نامت غرى البيت وياها صاحت لا تغمض يا عين بعد فراق الأخبار يمتى تجون يا الذي بالسفر غياب اما تجي حسين وما تبعث كتاب تخبر على اللي صار برض القاضم. كتبت رسالة وتقعد على قارعة الطريق والعرب قبل يتفاولون شافت غراب اجا قعد على بابها رحمك الله يا ملا عطية صاحت منه الذي تنعاه الله الله ممنون ممنون يا غراب المنية شيل البيت انت منه الذي تنعاه شيبت راسي وهي جيت حزني بهالدار وحدي وشيبت راسي المصايب طفلة شيبتي راحة وخلوني وحيد اشبول غالي كل من سألني قلت ابوي حسين غايب طول الغيبة يعودها الله بعجلي آه. ومر واحد الدربندي رحمه الله يقول مو بعيدان الله هذا دزئل هذا ملك يخدمها الرسول الله شافت تم صرفا لابس هدوم حلوة قالت له وين قال هرد اروح للعراق من سمعت بالعراق وقفت قالت له لي أبلدة قالها للكوفة بكت قالت لعمي ما تاخذ وياك رسالة المن الرسالة وديها قالت لعمي تعرف الحسين أنا بنت ويلي بكى وقال على راسي كون أشيلة وخبر بحالك وعنك احكي له واقول له بيتكم ظلت عليله الوعد طارش يجي منكم يا غياب وانطوت بالارض تدرون يمتى وصل وصل بالوقت ويلاه ويلاه بالوقت اللي الحسين منتجي على الرمح اه وصيح اقعد يا ابو فاضل يا طاغون الحريب اركب حصانك يا الاخو والماي جيب والحق على زينب لا تمشي غريب تمشي غريبة وتركب ظهور البقر اين صار خونا رياضناك تو بالسير ثقل بعد 5 دقائق وتعبكم سامحوني رياضناك تو للسير ثقل وتحير بالرسالة شلون توصل انتخى وفرع وطر القوم واقبل على حسين وبكى وانطاه الكتاب يقل له منين هالمرسول مرسول قال له من العليلة الوالدة تقول قليلتكم تظل بخالي ينزول الوعد طارش يجي منكم يا غياب اسمع النوب هنا شو الفتلاوي الله يرحمه
يقول الدنيا همومها على حسين حالا، اجا ودموع له من العين سالا، يا زينب نده يا سكنة عالم، اجانا كتاب يحزن فوق المصار، اجن يتراكضا من سمعا نداه، مصاب اللي جرى يا حسين شفنا، يا خويا كتاب عندك ما عرفنا، المن من من وياهما الاحباب، فتح الرساله لقى سلام ابدت لابو فاضل لعمه، تعاتبه وعلى اخوتها طبق واولاد عمه، وعلى عماتها كل من باسمها، وعلى باجي النشامه كلهم حساب، تقلة تذكر فاطمة يا حسين يا به، نسيتني لو تتذكرني بويا، اسمع البيت، تذكر فاطمة يا حسين يا به، تشم خد الطفل عن نيابه، وين الطفل ديك اللحظة؟ بيت الدعاء، الطفل مخليته أمه بحضنها وتقول له ولك يمه الخاطر أمك نام يا وليدي، أعوذ بالله من عين لا تبكي عليك يا أبا عبد الله، وياي وياي يمه يا يمه يا يمه يا يمه ولك يمه الخاطر أمك نام يا وليدي، ترى المني تريده ما هو بيدي أكثر من وريدك يا بس وريدي، إيه قواك الله ماجور، هذا البيت تقرأ لسلامة الإمام المهدي وتعازي لولا، أقرأ وتعود إن شاء الله، ولا صحت زينب ضيعني الوالي وخلاني غريبة، لا والي عندي ولا بلد يمي جريب، علي ايش دعوة يا علي، اي رحم الله ابو سالم، علي ايش دعوة يا علي مطول الغابة، ما تنجف زينب وياها نساو، ثلاث على حسين وحزني، البرة على حسين، فمضات أم به العراق نجائبا مثل النعام به تخط وترسم، يا الله سامحنا تب علينا حسن عواقبنا لا تميتنا حتى ترضى عنا، من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده، واختم حياتنا بالسعادة الأبدية، اتهيئوا لله بارك الله فيكم، إلى من مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات.